تفاصيل كل تفاصيله، بيبقى عندنا متابعه لتطورات المشهد الامني، بيبقى عندنا متابعه لتطورات المشهد السياسي، لكن ربما نكون حريصين ايضا على متابعه للمشهد الاعلامي والاداء الاعلامي في هذا المشهد من صحه التعبير. لو حضراتكم فاكرين معانا القوات المسلحه الخاصه بخريطه الطريق، ربما انا نفسي كاعلاميه فوجئت حينما تم وجود مادة أو قرار يتعلق بميثاق شرف إعلامي لترتيب هذه المرحلة، وساعتها كلنا قلنا ده لم يتم حتى إرسال هذه النقطة، تم التأكيد عليها أيضا وتأمينها ونتحدث عن خريطة طريق حقيقية تحاول أن تضع نقاط تتعلق بجوانب المشهد كله، المشهد مش بس تطورات أمنية ولا تطورات سياسية، لكن بالتأكيد الإعلام يلعب دور خطير للغاية في هذه المرحلة، ليس في هذه المرحلة فقط، لكنها لعبة أيضا بالطبع في المراحل السابقة للتطورات في مصر. إن شاء الله النهارده في الاستوديو الأستاذ ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامي. هسأل السؤال ومستعدة إن أنا أسمع أي انتقادات أو أي إجابات من حضرتك على السؤال ده، إن هذه المسألة كيف تطمن أداء الإعلام المصري بعد 30 مليون؟ كان سؤالي للاستاذ ياسر عبد العزيز قبل الفاصل تقييم لاداء الاعلام، حضرتك متحدث استاذ ياسر عن ان هذا الاعلام يعمل في ظروف استثنائيه تتعلق بضعف ما يواجه هذا الوطن وهو انه يواجه حرب I'm going to go to the hospital.
I'm going to go to the hospital.
I'm going to go to the next one.
I'm
I'm
في سيدي جابر وتم انتشار الجثث، فاحنا اعتقد ان الصوره كذا ممكن نشوفها مع حضرتك دلوقتي. دي شايفين حضرتك طبعا الجنود بيرتعب في محيط عطائي نهار في الاسكندريه في سيدي جابر، زي ما كان زمان الصحفي المصري ابراهيم فوزي من الاسكندريه كان بيقول ان هرعت قوات الحمايه المدنيه وقوات وسيارات الاطفاء لوسائط الاسعاف ايضا لمحاوله السيطره على المشهد هناك، وكان هناك اعراض قليله جدا موجوده في هذا العقار، العقار كان صادق واحد بازالته، لكن كان في اسرتين ما زالوا موجودين داخل هذا العقار. شايفين مع حضراتكم جنود الانقاذ في هذا العقار اللي انهار في الاسكندريه. استاذ ياسر في النهايه نحن الان حضرتك ذكرت في الحوار ان بشكل بسيط دايما لما يبقى في اعلان الدوله بيتقال دايما ان الاعلان ده بقى نظام. انا بشكل هذا النظام جدا مش اعتقد ان انا حاسس بصراحه ده اللي حصل فعلا. احنا ياسر المفروض احنا ذكرنا مصر ومعنا فعلا يعني كل حاجه في مصر ومعنا فعلا بطريقه تقريبا دلوقتي فيجب ان يكون هدف اساسي من اهداف الدوله وهذا القرار القديم من الجماعه الصحيه دايما للتحرير من عدم الاحتلال. احنا هذا العالم بمعنى انه شكرا لكم على هذه الحياة.